لك يا فندم، مساء النور. خلينا نتكلم النهارده على المحطة بحر البقر، ثم نتحدث على التعديات السيد الرئيس اللي كان مصر النهارده في كلام مهم جدا للرأي العام، وطبعا إلزام مؤسسات الدولة بالكامل إنها تقوم بمواجهة هذه التعديات. نتكلم على أولا أهمية هذه المحطة إحنا كوزارة ري وتأثيرها علينا كمواطنين. طبعا إحنا بنتكلم على محطة فعلا مهمة جدا بالنسبة لنا، لأن إحنا فعلا عندنا مشكلة مائية كبيرة بتواجهنا، في عندنا شح مائي واضح احنا بمصر بتواجهه. احنا لو بنتكلم على الموارد المائية بتاعتنا بنتكلم ان احنا عندنا حوالي 60 مليار متر مكعب فقط من المية كل سنة، معظمها اللي هي حصتنا من مية نهر النيل، بالاضافة لشوية مية من المياه الجوفية والامطار. في المقابل احنا احتياجاتنا بتصل ل 114 مليار، يعني بنتكلم تقريبا على الضعف، احنا عندنا 60 وعايزين 114، فجوة كبيرة جدا بين المتاح وبين الاحتياجات. هذا الامر بنقدر نعوض جزء كبير او جزء من هذه الفجوة من خلال اعادة الاستخدام. احنا حوالي 20 مليار عمليات اعادة استخدام لمياه الصرف الزراعي وبعض المياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا. هذا مشروع محطة بحر البقر يعتبر حتى الآن هو أكبر مشروع لإعادة استخدام مياه الصرف. طبعا عملية إعادة استخدام مياه الصرف دي حاجة احنا بنعتمد عليها منذ سنوات طويلة، حتى خلال الفترة الماضية تم إنشاء المئات من محطات الخلط الوسيط، دي عبارة عن نفس المحطة دي بس محطات صغيرة بتاخد المية من نهايات المصارف وبترميها في الترع المتعبة لحسم مشاكل الري في هذه المناطق كنوع من إعادة استخدام المية. هذه المحطة الكبيرة يعني أحد يعني المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية، ودي أكبر محطة لمعالجة المياه على مستوى العالم بسعة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم. هتنقل المية ونستفيد بيها، المية دي كانت بتترمي في بحيرة المنزلة ولكن سيتم معالجتها والاستفادة بيها، وبالتالي ده أحد المشاريع شديدة الأهمية اللي يمكن هتساعدنا شوية في التعامل مع التحديات المائية اللي احنا بنواجهها. احنا عندنا زيادة سكانية كبيرة للأسف بتلتهم مواردنا المائية وبتلتهم مواردنا الغذائية، في تغيرات مناخية يمكن أصبحت أكثر تطرفا بتأثر بشدة على مواردنا المائية أيضا، فبالتالي احنا لازم نعمل مشروعات كبيرة. وعلى فكرة احنا مش بس شغالين في هذا المشروع، يعني هذا المشروع الكبير في شرق الدلتا، في مشروع مشابه ليه في غرب الدلتا، مصارف غرب الدلتا اللي هي زي ما حضرتك قلت محطة الحمام، دي محطة كبيرة برضه هتاخد المياه الصرف الزراعي بتاعت غرب الدلتا وسيتم معالجتها وعشان نستفيد بيها برضه في استصلاح أراضي زراعية على طريق وادي النطرون. فبالتالي احنا بنشتغل على اتجاهين، على شرق الدلتا وغرب الدلتا الجديدة. يعني هي شمالها الجزء الخاص بمحطة الحمام دوت شمال الدلتا الجديدة. ده استفادة أخرى احنا بنسعى إليها، والمحطة دي فعلا جاري تنفيذها حاليا، محطة عملاقة أخرى لمعالجة مياه الصرف في غرب الدلتا. ده جزء من منظومة كاملة احنا شغالين فيها، احنا شغالين في جميع المحافظات الجمهورية، شغالين في تأهيل ترع، شغالين في ري حديث، شغالين في تأهيل المسائي، في أعمال الحماية من أخطار السيول، في أعمال حماية الشواطئ، بحيث أنت هتلاقي وزارة الري موجودة في كل مكان. موجودة في محافظات الوادي والدلتا، موجودة في الصحراء الشرقية، في الصحراء الغربية، في سيناء، شغالين في كل مكان، لأن كل مكان فيه تنمية لازم يكون فيه مشروع مية بيخدم هذه التنمية. محمد بيه كلمنا عن مصرف بحر البقر كالتلوث، ايه اللي كان فيه، ايه المشاكل بتاعته تحديدا؟ لا هي كانت مشكلة صرف صحي، ولكن المشكلة دي الحمد لله تم حسمها من خلال محطة المعالجة في اللي تم إنشائها بالفعل وافتتاحها النهاردة، دي إن شاء الله هتجمع المية وتقوم بمعالجتها، وإن شاء الله هتبقى مية صالحة للاستخدام، مش هيبقى في أي مشكلة. النهاردة دكتور محمد عبد كان بيتكلم على التعديات وقال كان عندنا 800,000 نزلنا الى 200,000، والسيد الرئيس النهارده كان له توجيهات واضحه لكل مؤسسات الدوله، وزاره الداخليه، القوات المسلحه، حضراتكم، كل مؤسسات الدوله، الساده المحافظين، مسؤول الامن، وبالتالي ايه التعديات اللي موجوده حاليا؟ ابرزها ايه؟ هي للاسف هي تعديات مختلفه، ولكن ابرزها طبعا واخطرها هي تعديات الردم.
ان في بعض الناس بتردم في المجرى المائي ده طبعا شديد الخطوره لانه بيأثر على القطاع المائي لنهر النيل وقطرده على امرار التصرفات. طبعا دي مشكله كبيره بس احنا مستكتين. احنا خلال الست سنوات اللي فاتوا تم اطلاق حمله انقاذ نهر النيل في يناير 2015. في خلال الست سنين اللي فاتوا تم ازاله اكثر من 64 الف حاله تعدي على نهر النيل. في 18 ألف حالة تم إحالتهم للنيابة العسكرية. تعديات الردم بيتم التعامل معها بمنتهى الحسم وبمنتهى القوة. بيتم إزالتها وبنخلي المتعدي بيشيل الردم دوت على حسابه. يعني هو بيخسر مرتين، بيخسر إن هو اتكلف الأول عشان يردم وبعدين هيتكلف تاني علشان يشيل الردم. ده غير إنه كمان بعد ما بيشيل الردم بيتحول للنيابة العسكرية. فبالتالي في تعديات احنا مستكتين عليها، ولكن طبعا طبقا لتكليفات وتوجيهات فخامة الرئيس النهاردة الصبح هنشوف خلال الفترة القادمة يعني مجهودات ضخمة وأكبر للتعامل مع مثل هذه التحديات ان شاء الله هنشهدها خلال الفترة القادمة بإذن الله. سيادة الرئيس، مدي توقيت محدد 6 شهور ان شاء الله يتم هذا الامر بنسبه 100% خلال الفتره القادمه باذن الله. طيب هل احنا عندنا رصد كامل لكل التعديات من اول اسوان لحد دمياط؟ في رصد كامل لكل هذه التعديات، وفي صور اقمار صناعيه بنعمل من خلالها مقارنات بين يعني علشان حتى انا ممكن اجيب صوره قمر صناعي مثلا في 2010 او 2012 او 14 وقارنها بالوضع الحالي، فبيبين بمنتهى السهولة المجرى كان نهايته فين وبقت فين. فبقدر احدد مين ردم، مين بنى بيت على النيل، مين اخذ حتة من النيل. الموضوع ده بيتم حفره ورصده بمنتهى السهولة بالفعل. بنرصد ده من امتى؟ متابعين بالاقمار الصناعية من امتى؟ لا ده من يعني لا هو الاقمار الصناعيه ممكن من دلوقتي يعني ان انا بقدر بجيب صور قديمه يعني دي انا في منطقه عايز ادرسها انا جبتها، لكن احنا عندنا حصر بكل اشكال التعديات، وحتى لو انا عايز اعمل تاكيد لهذا الحصر بمنتهى السهوله بالصور اللي موجوده عندنا دلوقتي وصور قديمه بنعمل مقارنه بسيطه بين الصورتين بتبين حجم التعدي الحاصل في هذه المنطقه. نعم، فده نقدر نقول ان احنا يعني في خلال الساعات اللي جايه هيبقى في ترتيبات للتنفيذ التوجيهات الرئيس اليوم. اكيد طبعا ان شاء الله بين شاء الله. كافه الوزارات المعنيه. طبعا طبعا، واحنا اصلا شغالين بتنسيق كامل يعني حتى كل الازالات اللي بتتمت خلال السنوات الماضيه لازم بيبقى فيه وزاره الري ووزاره الداخليه والمحافظه المعنيه واي اجهزه اخرى تانية في الدوله معنيه. احنا مش بنشتغل ابدا لوحدنا، احنا محتاجين قوات امنيه بتنزل مع الازاله. وفي بعض المخالفات البسيطه اللي ممكن بيتم ازالتها ذاتيا من خلال اجهزه الوزاره، ولكن في الازالات الكبيره بيبقى في القوات الامن موجوده وتنسيق تام مع قوات الامن وفي تنسيق مع المحافظه المعنيه على حسب موقع الازاله. واي جهه اخرى في الدوله لها تداخل في هذا الموقع طبعا بيتم التنسيق معها على الفور، مش عمرنا ما بنتحرك لوحدنا الا لو في حاجات بسيطه ممكن الاداره المعنيه سواء اداره الري او اداره حمايه النيل ممكن بسهوله ان هي تنزلها لو حاجات بسيطه يعني.